فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما أعتكف في العشر الأواخر في رمضان فإن أمي تقوم بالاتصال بي وتطلب مني أن أتصل بها باستمرار، فهل هذا مخل بالاعتكاف؟ علمها، قل ما في اتصال إلا عند الحاجة، إذا كان في حاجة ملحة فلا بس، أما الاتصال دائما هذا يشغلني عن الاعتكاف وعن العبادة. بين ممكن جاهلة ما تدريها. نعم.